في قديم الزمان كان هناك زوج من التنانين علقوا بجو ممطر، ولم يكونا يحبا هذا الجو، فعندما تبتل أجنحتهما يضربهما البرق ويفقدا قدرتهما على إطلاق النار. لقد كانت هناك عاصفة قوية ألقت البنفسجي بعيداً عن الأصفر، وبالرغم من رغبتها في البحث عن زوجها إلا أنها ظلت مكانها حزينة، فأجنحتها كانت مبتلة. انجرف التنين البنفسجي نحو كهف في أعالي الجبال. ها؟ ما هذا المكان؟ أين أنا؟ كان هناك صوت مزعج قادما من الكهف. كان هذا صوت باوي شرير، نصف ذئب ونصف أسد. أنا ملك العواصف والرعد باو، وأنت تنين يطلق النار. لقد كان التنين خائفا جدا وأراد أن يطير، فأطلق باوي البرق في السماء. لن أتركك حتى تقول لي كيف تطلق النار، ستخبرني كل الأسرار عن إطلاق النار هذا. لا، لا يمكنني فعل هذا. إذن سأجعلها تمطر للأبد وسأحبسك هنا. لقد كان التنين البنفسجي محتجزاً بكهف باو. في هذا الوقت كانت التنين الصفراء تبحث عنه بكل مكان، في عش الدب وفي حديقة الفيل وحتى في جحر الأرنب، لكنها لم تجده. بدأت بالبكاء واقترب منها الحصان. لماذا أنت حزينة هكذا؟ أخبريني ماذا حدث؟ لقد اختفى زوجي التنين البنفسجي، وسوف تمطر السماء قريبا وستدمر أجنحتي، ولن أستطيع البحث عنه. هل سألت القرد حارس الغابة؟ ربما يكون يعرف شيئا. شكرا لك، سأذهب الآن وأسأله. انتظري، خذي هذا الرداء الأحمر وارتديه في الحال، إنه سوف يقوم بحمايتك من الأمطار. أخذته منها وانطلقت في طريقها في الغابة، وأمطرت السماء مجددا. وصلت لحارس الغابة، سألته إن كان قد رأى البنفسجي. نعم رأيته يطير في السماء، انظري سقطت منه قشرة، كان يتجه نحو أشجار النخيل. طارت ناحية أشجار الصنوبر وقد توقف المطر. بحثت في الأرجاء ولكن لا أثر لزوجها بأي مكان. ثم ظهر أرنب أمامها. مرحبا أرنب، هل رأيت تنينا بنفسجيا هنا؟ نعم لقد رأيته، انجرف ناحية المستنقع. اتجهت ناحية المستنقع وامتلأت السماء بالسحب السوداء. إذا أردت معرفة لماذا تمطر طوال الوقت، اسألي الثور. طارت بسرعة لحافة المستنقع ورأت الثور محتميا من المطر بشجرة الصفصاف. أنا أبحث عن تنين بنفسجي، أتساءل إن كنت قد رأيته أيها الثور. أوه لا، ليس بالقرب من هنا، رأيته يتأرجح فوق ذاك الجبل المنحدر، لكن عليك أن تحذري، يعيش هناك باو. باو؟ نعم، إنه ملك العواصف والرعد، إنه مغرور وغير محب، لديه قلب شرير ويريد أن يحصل على كل شيء. الآن فهمت، لذلك لا يتوقف المطر، لابد أن باو يحتجز التنين البنفسجي. يمكنك إيقاف باو بنيرانك، إن أردت أن تكوني قادرة على نفخ النار وهي تمطر فاذهبي إلى النمر واطلبي مساعدته. ذهبت التنين الصفراء مسرعة للنمر قبل أن تمطر مجددا. نعم بمسافة قريبة ستجدين الأفعى، سيعطيك فلفلا أحمرا سحريا، كليه دفعة واحدة. ذهبت للثعبان كما أخبرها النمر. عندها ظهرت السحب السوداء. أسرع ثعبان،
أعطني الفلفل السحري، سوف تمطر مجددا. أدخل الثعبان رأسه بباطن الأرض والتقط الفلفل الأحمر، وبنفس اللحظة التي أكلت بها الفلفل أمطرت السماء مجددا. هذه المرة لم تشعر لا بالبرد ولا بتساقط جلدها، وبشجاعة طارت ناحية الجبال المنحدرة. هيا قل لي كيف تنفخ النار، وإلا لن أحرر قدميك أبدا، ولن تستطيع الطيران مجددا. لا، النار مخصصة لنا، للتنين، لا يمكنك تعلمه. بينما يقترب باو من البنفسجي ظهرت كرة نيران خلفه. ماذا؟ ها؟ كيف يحدث هذا؟ لا تشتعل النيران في المطر. وظهرت التنين من خلفها. حرر زوجي الآن يا باو. لا، لن أحرره أبداً إن لم يخبرني سر النار. في البداية أوقفت المطر بإطلاق النيران تجاه السحب السوداء في السماء، ثم أذابت الصخرة المربوطة بها وحررت. كان باو متفاجئاً مما رأى. كيف يمكن أن تكون أقوى مني؟ إنها قوة الحب، لا النيران ولا العواصف يا باو. نعم، لا تحتاج النار لتكون قويا، أنت لست تنينا. كلا لست، ولكن يمكنني الحصول على أي شيء، كل شيء. لا، لا يمكن أن تنال الحب باو، الحب تشعر به في قلبك. لقد كانت التنينان سعيدين لاجتماعهما مجددا، ولم يشعر باو بهذا الضعف من قبل. وبفضل التنانين أدرك باو وجود الحب في القلوب، وبدأ يشارك الحيوانات حياتهم، وتمكنت التنانين من الطيران بحرية، وأيضا من ترك علامات الحب في السماء. لو لم تأكل سنو وايت التفاحة التي أعطتها إياها السيدة العجوز، لو أن سندريلا نسيت منتصف الليل واستمرت ترقص مع الأمير، لو أن الحورية الصغيرة لم تنقذ الأمير من السفينة الغارقة، ولو لم يدخل هانسل هو وغريتل إلى بيت الحلوى، أو إذا لم تكن ذات الرداء الأحمر قد أخبرت الذئب عن وجهتها، لم تكن لتوجد أي من تلك الحكايات الخيالية. لقد أخذتنا تلك الحكايات في مغامرات مشوقة إلى عوالم سحرية لم نراها من قبل، كانت تحدي أحياناً ضد الشر وأحياناً أخرى ضد الوقت. لقد علمونا المعنى الحقيقي للشغف، الحب، الصداقة، المساعدة، التعاون، ومعنى العائلة. لقد بكينا معاً وضحكنا معا، ولكن في النهاية كنا دوما نتعلم شيئا جديدا. مليئة بأفضل وأحب القصص الخيالية، قناة أديس أبابا لكلاسيكيات الأطفال الآن على يوتيوب. أديس أبابا.